طبعا سلمى بفقرتنا الطبية دايما عم نحاول نختار موضوع يمكن بيعانوا منه أغلب الناس، بيكون عندهم كثير من الأسئلة حول هذا الموضوع بالتحديد. اليوم التهاب الأعصاب الطرفية، خاصة بهذا الجو لما نحن بنفوت بفصل الشتي وبصير برد كثير وجو متقلب، كمان بيعاني كثير من الأشخاص من وجع بالأطراف وبالتهابات. رح نحكي أكثر عن هذا الموضوع مع دكتور تامر أخصائي بالأمراض العصبية والجراحة. يسعد صباحك دكتور. يسعد صباحكم. يسعد صباحك دكتور. يعني بالبداية خلينا نحكي شوي هيك بالمفهوم الشائع، الفرق بين ما بنعرف نحن بالحياة العامية بنقول حدا معه وجع مفاصله عم توجع وكذا، وبين التهاب الأعصاب اللي هو الشعور اللي ممكن يشعر فيه الإنسان وخصوصا بهي الفترة مش السنة. طبعا هلا نحن الحقيقة هو أشيع شيء هلا بتلاقي بيجي ربات المنزل، ستات البيوت لعنا على العيادات، دكتور أنا معي التهاب أعصاب. او قالت لي فلانه انه انت معك التهاب اعصاب. طبعا انا بتخيل انه شلون شخصت هي انه معها التهاب يعني؟ اعصاب. لا خالتي شو خير ليش شوفي، بتقول لي والله ايدي عم توجعني كل اليوم، توجعني من 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 رقبتي لايدي. وهذا كلياتكم سمعتوه سواء من ستاتنا بالبيوت او اهلنا بالبيوت انه والله ايدي كثير عم توجعني، والله ايدي ما عم اقدر شيله، ما عم اقدر حركهم، فاكيد ملتهب الاعصاب. هلا هون انا اللي يعني هي الشغله الاشياء اللي بنعاني منها اي الم بالجسم رح ينقله العصب، اي الم بالجسم رح ينقله العصب، سواء الموضوع مرض بالمعده ولا مرض بالعيون ولا اي احساس بالالم او الانزعاج رح ينقله هو العصب. ولا مو شرط ابدا يكون المرض موجود بالعصب. نعم. ما شرط يكون الالتهاب هو بالعصب، ولكن الالم رح ينقله العصب.